كنتي بتحلم حلم معايا وحياتي تكمل برضا لقيتي بتحلم حلم حلم معايا وحياتي تكمل برضا وبحس بروحي تكذب عليها تكذب عليها تكذب عليها وتكذب عليا ومين يصدق يجرى ده كله تكذب عليا وأكذب عليها أكذب عليك لو قلت بحبك لسه أكذب عليك أكذب عليك وأوقاتي بتحلو لوردة وسيد مكاوي. طبعا من خالد الشيخ وأنغام. مساء الخير. مساء الفل. مساء الترططاء يا خالد. مساء الورد والفل والترططاء. والترططاء يا سيدي ولا يهمك ولا تزعل. يعني مزيكا. مساء المزيكا. والترططاء طبعا صحيح. أنا نسيت أنا. انا اول مره اعرف ان كان في لقاء بينك وبين انغام لحنت لها اغنيه قبل كده. كانت اغنيه ايه؟ كانت اغنيه لو كانت اغنيه غريب
تغيب بيغني كتير غريب 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 يا ترى ليه ما تكررش التعاون ده بعد كده؟ كان تعاون في اغنيه واحده بس. سؤال محرج شويه. سؤال محرج اوكي. نشوف سؤال احرجه لو سمحت. خش سؤال اللي بعده. كان جه وقت الغام عملتي كذا البوم بلهجه خليجي في الاول. كالبومات داخلي. هل ليه ما كررتش التجربه ديت او بلهجات اخرى مؤخرا؟ لهجات اخرى لقيت نفسي مش شاطره قوي يعني. جربت اغني باللبناني لما خفت حسيت جرب. انه احنا هنا في طرططه لازم نجرب. بتقوم تعمل فيا ما دايما الحاجه الواحد بيخاف منها ما يجيش احسن منها زي ما بيقولوا عشان هي اكتر حاجه الواحد بيحبها. لكن بس باللهجه الخليجيه انا يعني ما اعرفش ازاي يعني تمكنت منها. ما تسالنيش ازاي. يمكن عشان بسمع خليجي كتير. انا اعرف ليه. ليه مش هقول لك دلوقتي. احنا جايين خلاص خبي على بعض. احنا جايين ترتت تام. السؤال الاول ما جاوبتوش ودوت مش عايز تقول لي عليه برضه. لا ليه بجد يا خالد؟ لان هي حبتها. حبيتي اللهجه الخليجي؟ حبيتها حبيتها. و وكان في ناس بتحب انغام لحد الهوس وما زالت طبعا. وعايزه تسمع انغام في الخليجي. ومن كتر ما من كتر فعلا ما كانت متحمسه لان هي تشوف الصوت زي انغام بيغني خليجي تحقق فعلا مشروعهم. والمشروع ده باعتقادي كان من انجح المشروعات اللي حصلت. وانا هني الاثنين على ان انا هني مش الاثنين قصدي انغام والطرف لا انا بهني المجموعه كلها على بعضها. انه لما مين الطرف بنتكلم عن مين؟ الطرف الاخر اللي بيحب انغام كتير. الطرف الاخر. الطرف الاخر في حد مستخبي ده بس مش عارف. انتوا الموضوع معاكم غريب. عمل فعلا مجهود طيب. وباعتقادي كانت اضافه مميزه جدا ان انغام تجيب الاحساس الرائع اللي عندها وتغلف بيه الكلمات الخليجي. لان الخليجي فيه اكسنت شويه يعني بتبقى شويه غريبه على غير الخليجيين. بس انغام حطت الحلاوه المصريه على الانغاميه الخليجي. هي على فكره انغام عندها اسلوب خاص حتى في الاغاني المصري. ما حد يعني بحس ان هي بتغني بلهجه بتاعتها. انغام ليها بحس ان هي اله موسيقيه بتغني يعني. دايما بحس كده. انا حاولت الحقيقه مره يعني جربت تجربه فاشله اني احاول اغني اغنيه سيدي وصالك. قعدت بالظبط 3 ساعات مع مدربه شاطره جدا يعني مدربه غناء شاطره جدا وفشلت. وصعب جدا على المغنيين يغنوا اغاني انغام اكتشفت لانها بتاخد الاغنيه في حته ثانيه خالص. الدرجه دي يا راجل. لا ده شهاده. بس انت لقيت اغنيه صعبه يعني سيدي وصالك لحن صعب مش كده؟ يعني بصراحه انت يعني طب انا برضو مش عايز يهرب يعني. يهرب مني السؤال مين الطرف اللي بتكلم عليه بالظبط؟ مش هفوتها ولا ايه؟ جمهور رايكم ايه؟ لا انا هقول لك مين اول ملحن اتعاملت معاه في الاغنيه الخليجيه وكان يعني متحمس لي جدا. كان الاستاذ سليمان الملا الملحن الكويتي المعروف طبعا. انا بحييه جدا انا بعتز بيه جدا. تحيه كبيره ليه يا جماعه طبعا. في نقطه نظام. في وقت مستقطع. خالد اتفضل. مع حبي وتقديري لسليمان الملا بس انا ما بتكلمش عن سليمان. من هو الطرف الاخر؟ بتكلم عن حد تاني. لا يبقى انت اللي عارفه. خالد؟ لا هي اللي عارفاه وحياتك وغنت له. انغام؟ تركي قصدك؟ طبعا. بس قبل تركي غنيت لسليمان الملا. انا اللي بعرف طبعا تركي لانه يعني تركي عملنا مع بعض احلى اغاني خليجيه. عملنا لا تغيب وشي ضاع وعملت اغاني خليجيه ناجحه. اكتر اغنيه حباها فيهم اني ولان طلتك هيبه يعني. لا طبعا في اغاني ناجحه جدا لتركي طبعا. سامعين حاجه منهم كده صغيره لوحدك سولو كده؟